بس في ارجع لي ورا وصوره ارجع لي ورا وصوره حبيبي بس خلي وقت انا زحمه عليك جئنا إلى الأخوة لرأي الصدع أيضا وكذلك لكي نطرح المبادرة التي دعا إليها سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر وهذه الوساطة التي أعلنها وهي وساطة إلى العراق وأهل العراق وشعب العراق وجدنا الأمين العام لهيئة علماء المسلمين وكذلك الإخوة معه في هيئة علماء المسلمين صدورهم رحبة وجزاهم الله خير جزاء المحسنين. Thank you.